انعدام للخدمات، غياب للأمن وانتشار للكلاب الضالة هو الإهمال واللامبالاة الذي يسود المحطة البرية لنقل المسافرين المتواجدة بولاية صقهراس. يجون هذوك السرابة هذوك والبوندية ما يخلوش هنا يسقوا في البنيت لهنا ويدوا لهم في البورتابلات. تفتقر هذه المحطة للعديد من المرافق، منها أولا دورة المياه. نعاني من وجود العديد من السر، نتعرض يوميا للسرقات. نفس المشكل الشتاء ولا صيفي، مع العشية راكي ما تلقايش ترونسبور هنا. لازم يشوفوا شوية الوضعية هذه. درك هي 4:30 تقريبا رايحة العنابة وما كانش ترونسبور. نجي رايحة قال متى ما كانش ترونسبور. من صقهراس للقلمة ما كانش، نروح للقلمة للطبيب نرجع من هي ما كانش ترونسبور. إعادة النظر في جدولة أوقات السائقين، لأن كثير من الطلبة يقوم بإنهاء دروسه على الخامسة وما مش راح يلقى الوقت باش يروح. نقصتنا الأمن، نقصنا حوا واحدة نقعدوا تحت منها عنا، ونقصتنا سيجار لهنا خويا نغرسناها من احنا وحدنا. مدير المحطة طمأن بوضع حد في أقرب الآجال لهذه المشاكل، مشيرا إلى أنه تم التطرق إليها مع مديرية النقل. نقوم بالاتصال مع مديرية النقل لتزويدنا بترخيصات حتى نسهل عملية إصفار كل المسافرين على مستوى المحطة البرية. نسعى إلى إرضاء المسافر على كل المستويات، وهذا حسب التعليمات الوزارية وتعليمات السيد رئيس المدير العام لصقهراس. أمل المواطنين كبير في السلطات المحلية لتغيير الواقع المرير لتسهيل حياتهم اليومية.